قال وزير خارجية إحدى الدول الناشطة على خط الاستحقاق الرئاسي في مجالس خاصة إن أهل السياسة في لبنان تقدموا في السن والتفكير ولم يعودوا ذات منفعة للمرحلة المقبلة. لوحظ سفر عدد من السفراء إلى بلادهم لقضاء العطلة الصيفية، من بينهم سفراء دول مؤثرة في الوضع اللبناني، وقد برر أحدهم ذلك بالجمود السائد في هذه المرحلة. سألت مرجعية سياحية عما إذا كانت عودة الخليجيين ستتم هذا الصيف وفقاً لوعود أطلقت مع بداية الموسم، فكان جواب دبلوماسي خليجي بأن الساعة لم تأتي بعد.